Dear friends, on behalf of everyone here at Feyenoord Rotterdam, I would like to congratulate the great Al Ahly Club with the 20th anniversary of being the club of the century in Africa. It is my pleasure to congratulate the mighty Al Ahly for the award of being the club of the century. We all have seen how big they are on the pitch by winning the tournaments. We have also seen how big they are in the grandstands. We wish them luck. Shukran. في البداية أنا بنحب نبارك للنادي الأهلي، مجلس إدارته، لاعبينه، جماهيره، جماهير الكيان العظيم اللي أنا واحد منها، بمناسبة حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي للمئة سنة اللي فاتوا. طبعا من قلب الحدث، الجائزة دي توج بيها النادي الأهلي في مدينة جوهانسبرغ 22/5/2001. وطبعا من انا كخالد علي مشجع للنادي الاهلي بنقول للنادي الاهلي ان المنافسه هتبقى قويه جدا، بطل القرن اللي جاي هتكون منافسه قويه بين النادي الاهلي ونادي مامليود سان داونز ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي 113 سنه بطولاته ما جاتش من فراغ، بطولاته جات من اداره دايما بتكون ورا لاعيبتها. بنهني ونبارك طبعا، وان شاء الله ان شاء الله دايما النادي الاهلي سباق، دايما النادي الاهلي موجود. وزي ما احنا عارفين في النادي الاهلي واللي اتعلمناه ان اجيال بتسلم اجيال، انا بنسلم الرايه لاحمد خالد. انا اسمي احمد خالد، انا بنشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين.